السلام عليكم. تخيل كده ان انا اتصلت عليك دلوقتي ورفعت سماعة التليفون وقلت لك الحق، ابنك قدامه 4 ساعات ويموت بعد الشر. انا عارف ان انت قلبك دلوقتي اتقبض وممكن تقفل التليفون او الفيديو وتمشي على طول. صعبة، صعبة على كل اب وكل ام ان هي تسمع حاجة تضر اولادها، وانت هتبقى صعبة عليك جدا لو سمعت الخبر ده على اخوك الصغير. صعبة جدا اقسم بالله، زي ما بيقولوا كده عندنا في الفلاحين، الا الضنا. كل حاجة ممكن الواحد يتحملها الا الضنا، اي حاجة تخص الضنا بتوجع القلب قوي. الطفلة اللي قدامكم على الشاشة دي اسمها رقية، كل الدنيا دلوقتي بتتكلم عنها. ليه يا ترى؟ الطفلة دي اتصابت بمرض نادر جدا، لما بيجي لحد سمعت ان هو بيجي لطفل كل 10,000 طفل، نادر جدا. والاصعب من ده ان علاجه غالي جدا، انت بتتكلم في حوالي 2.5 مليون دولار، يعني حوالي تقريبا 40 مليون جنيه مصري. 40 مليون جنيه مصري مطالب الاب دوت ان هو يجمعهم علشان يعالج بنته، وقدامه اقل من شهر. الحقنه دي او العلاج دوت عباره عن حقنه، هي الحقنه دي ب 40 مليون جنيه. مطالب الاب دوت ان هو لو ما جمعش ال 40 مليون جنيه او لو ما معهوش ال 40 مليون جنيه دولت في خلال الشهر ده او اقل من الشهر، بنته هتموت. للحظه لو حطيت نفسك مكانه قسما بالله قلبك هيتقطع وهتبكي بدل الدموع دم. بصوا من الاخر، علشان ما ندغدغش المشاعر ونلعب على النقطه دي، الموضوع ثقه فوق ما تتخيل. لو بتتكلم على المشايخ فكتير جدا من المشايخ اتكلموا عن الموضوع وتحروا الموضوع واعلنوا عندهم ان الموضوع دوت لازم كلنا نسعى اننا نتبرع للراجل الطيب دوت علشان ينقذ بنته. اخوك لازم تقف جنبه. لو بتتكلم على فئه الفنانين والمغنيين، ربنا يا رب يصلح حالنا وحالهم، كلهم اتكلموا او معظمهم اتكلموا، وفي اللي نزل بوست وفي اللي نزل فيديو وفي اللي شارك بمبلغ مادي وفي ده كله. ولو بتتكلم على حاجة قانونية، فوزارة التضامن الاجتماعي نزلت تصريح ان الناس دي فعلا مسموح لها ان هي تلم التبرعات الكبيرة جدا دي علشان يعالجوا بنتهم. في الفيديو ده او تحت في الكومنتات هحط لك الحسابات بتاعت والد رقية، علشان اي حاجة اقسم بالله الجنيه بتاعك هيفرق. الفيديو ده لو شافه 10,000 واحد، 100,000 واحد، كل واحد 10 جنيه، اقسم بالله يعملوا رقم. 100,000 واحد كل واحد 10 جنيه، جمعنا مليون جنيه ممكن في يوم. تخيل واحد تاني عمل فيديو زيه و10,000 جنيه او 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 او, أو 10 جنيه في التبرع اقصد، ولم كمان مليون جنيه. احنا ممكن نقدر نعمل ده. كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. كل ما انت قلبك على اخوك المسلم، والله ربنا هيقف جنبك ومش هيسيبك في محنتك. والايام دواره. اخوك ابو رقية النهارده في حاجه ليك علشان تساعده ولو ب10 جنيه. اسال الله ان يحفظك ويحفظ اولادك يا رب العالمين، واولادنا كلنا يا رب، ويحفظ جميعا. مش بعيد ان انت بكرة تتحط مكانه. لو انت في مكانه وحابب الناس كلها تقف معاك وتقف في ظهرك وتأزرك، اوعى تسيب اخوك في محنته. اتبرع يا سيدي. مش هتقدر تتبرع، اعمل شير للفيديو. ما تعملش شير للفيديو علشان ما تقولش ان انا طالع بركب الترند او عايز الفيديو يتشهر. اكتب بوست محترم عندك على الفيسبوك، لو 10 من عندك اتبرعوا كده جمعنا حوالي 100 جنيه او 1,000 جنيه او ايا كان الرقم. الرقم ده يساعد. اتحرك ولو بالقليل. خليك ايجابي ولو لمرة واحدة في حياتك، ولو عملتها كتير قبل كده الله سبحانه وتعالى يجزيك كل خير. انت متعود على ده. اوعى تتأخر في نصرة اخيك، لان انت متعرفش بكرة مين هيتأخر او في محنتك انت. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فخلاصة الموضوع، لو انت كنت في المكان دوت وحابب الناس كلها تقف في ظهرك، اقف في ظهر اخوك برقية. سلام عليكم.